لذيذة جدا. التذوق أهم شيء في حياتنا. مرحبا أصدقائي، أنا مينا، واليوم رح نتعرف كيف VS600 تقدم لنا الراحة المطلقة عن طريق التذوق والمرافق الإنسانية. هلأ خلونا نحكي عن التذوق. يوجد داخل السيارة ثلاجة كهربائية سعتها 8 لتر لحفظ الأشياء الباردة، بالإضافة إلى وجود سخان كهربائي إذا كنت ترغب في شرب الشاي أو القهوة. فيما يخص المرافق الإنسانية، شاحن لاسلكي، مداخل USB، وخمس مساحات للتخزين، ست حاملات أكواب، صناديق القمامة على كلا الجانبين، وصندوق الأحذية بالإضافة إلى ملمع الأحذية في داخل الصندوق، مظلة ذات مقبض طويل ذاتية القفل على كلا الجانبين، التجربة خير 100 مرة من المشاهدة. جميعكم مدعوون للحضور وتجربتها بنفسك. أنا مينا، ما تنسوا لايك وفولو لصفحة oceanroad.ae.